فيديوهات، معنا ثلاثة فيديوهات، خلونا نشوف الفيديو الأول. هلا بالعرفك، مسي على خير، والسادة المتابعين يمسوا على خير إن شاء الله. شوف، جميع المستثمرين في قطاع المطاعم والمقاهي متضررين، بل فاقت خسائرهم الملايين، كلهم ملاك وكلنا نعرف بعض، وكل هذا يهون مقابل المصلحة العامة للمواطن والمقيم أيضا. لكن بعد صبر الآن حول 13 شهر ورجعت أغلب الأنشطة، نتمنى إعادة فتح النشاط مرة ثانية للمطاعم والمقاهي، أساس الناس شوي تسترد ما خسرته في السابق. ولو جينا حتى لجانب المقاهي اللي تتعلق بالشيش والتدخين وغيره، بغض النظر مؤيد أو معارض، لو ما عدت فتحتها بضوابط وإجراءات احترازية حسب ما تقول الصحة أو وقاية، الناس الآن متجمعة في الشاليهات وفي الاستراحات وفي الديوانيات وبعيدة عن عين المسؤول. أنت اليوم نظاميا قدام المسؤول وتحت رقابته وتحت الإجراء الاحترازي والنظامي اللي حاطه لك. فنتمنى من الجهة المسؤولة المختصة، الشؤون البلدية والقروية أو الصحة أو ما شابه ذلك، إلى إعادة فتح النشاط مرة أخرى وفق الإجراءات الاحترازية والنظامية اللي هم بيحطوها، بحيث أن الشخص يدخل يكون محصن متلقي الجرعة، وأيضا عبر تطبيق توكلنا. تحياتي. تفضل دكتور. شوف، يعني الحقيقة تجد نفسك أحيانا محرج بين ما تؤمن به وبين مطالب الناس. إيه؟ انا الحقيقه ضد التدخين وضد المعسل وضد كل هذه الاشياء. كلموني مجموعه اصحاب مقاهي، يمكن كلموكم. إيه؟ في الدمام قالوا يا احمد احنا متضررين، لكن كانت المصلحه العامه فوق كل شيء. واحد يقول اقسم بالله يا احمد خسرت 4 مليون، لكن طز في سبيل المصلحه العامه. يقول الان احنا قدمنا، ارسلوا للبروتوكول، يقول قدمنا على وزاره الصحه. قلت له وزاره البلديه وش؟ قال لا، هذول متعاونين معنا ومتعاطفين ويبغون يفتحون، بس ما بيدهم شيء، الأمر بيد الصحة. يقول فكلمونا وزارة الصحة وارسلنا لهم البروتوكول حق فتح المقاهي مكون من 23 مادة إنهم يلتزمون بالإجراءات. شيء مخيف. أول شيء تحفيز للي ما طعم، ما يدخل إلا محصن. 2، الكراسي بين كرسي وكرسي 3 متر. 3، إنه ما تطبيق توكلنا. 4، ممنوع استخدام أي شيء حديدي، كله بلاستيك. قابل بروتوكول ممتاز جدا، رغم اني انا قلت احنا نتكلم على المقاهي كلها مو بس الدمام. ايوه طبعا. أيوة. هم بس اللي كانوا اصحاب. لا، وطبعا اشكر الصديق المبدع رايد الرضا ابو عبد المحسن، انه هو من اصحاب المقاهي وهو من مشاهير التيك توك ما شاء الله، وقالوا يا احمد احنا نبغى نصل لحل، نبغى لان تضررنا كثير ونبغى وفق الاشتراطات والالتزامات اللي وصلوا صوتهم. هذه الرسالة ارسلوها لي، البروتوكول حقهم طلبته وزارة الصحة، ارسلوا لي. قال الان هو على مكتب الوزير وقال لو خلفنا بنقطة واحدة يقفلون مقاهينا كلها. والحقيقة انه لما قريتها انا، توفير معقمات يدوية وانه ممنوع احد يجلس اكثر من ساعة، يعني بروتوكول محكم، وإن شاء الله ربنا يكتب اللي فيه الخير. وفلاً أولا وأخيرا نحن تحت أمر اللجنة اللي في وزارة الصحة. إيه، ما فيها كلام. من الأشياء الأخرى، ما أدري إذا توافقني دكتور، يعني ممكن مثلا يصير يعني مع طول المدة هذه بعض الإعفاءات من الإيجارات، ممكن حتى أصحاب الإيجارات نفسهم يتعاونون معهم. بالضبط. يعني أي أفكار داعمة، لأنه فترة توقف كبيرة، يعني إحنا نتكلم من مارس إلى مارس لمدة سنة. بعدين هم سووا دراسة يقول أكثر الناس اللي كانوا يجون المقهى ساروا راحوا الاستراحات، فساروا في الاستراحات ما فيها وسائل السلامة، لا في تباعد ولا في نظافة ولا شيء، فحنا أولى. واللي يخالف يعاقب. بالضبط، هذا هو. طيب، نشوف الملف هذا يعني ماذا يمكن أن يجد فيه. ومثل ما قال الدكتور، يظل الحاكم الأول في الموضوع هي المصلحة الصحية العامة في هذا الموضوع، وما يمكن أن يتم التحرك في ضوئها مع الاحترازات اللي قدموها أو المساعدات أو غيرها. بنروح